طيب كابتن طارق، واحنا قاعدين يعني انا وكابتن طارق بندردش قبل الهوا، كابتن طارق بيتكلم معايا في تفاصيل لها علاقه بحراس المرمى. في ناس تشوف كره سهله قوي يقول لك الكره دي ما وصلتها بسهوله، يعني انت عاملين حكايه على الكره ليه، دي ده هو كان واقف في نص الجون. في ناس تانية تقول لك ان الكره دي كانت سهله عليك، كان ممكن يصدها، ما كانش ينفع تخش جول. انت كمدرب حراس مرمى او دلوقتي محلل بتتابع شغل حراس المرمى، بتشوف الكلام ده ازاي؟ هو طبعا مفيش شك ان احنا كمصريين بنتكلم، تعرف انت ال 100 مليون بيتكلموا في الكوره طبعا، يعني ده طبعا مش يعني مليون من قديم 100 مليون كل الناس اللي في العالم بتحب الكوره بالذات كمان يعني في مصر كمان طبعًا. ايه يعني احنا ايه يعني طبعًا. حاجه بنحبها كلنا بنتكلم عنها، فبنتكلم في الكوره بشكل كبير جدا جدا، وكل الناس بتحب الكوره، وكل الناس بتتكلم في الكوره حتى دلوقتي كمان، حتى السيدات دلوقتي بيتكلموا في الكوره. هاي ده كويس، فكويس يعني. فطبعا التخصص ده تخصص صعب، يعني تخصص حراسه المرمى ده تخصص صعب جدا. فمش كل الناس بتعرف تتكلم فيه، او كل الناس ممكن الناس تشوف حاجه سهله جدا جدا حارس مرمى مطلعها تتكلم عليها ان دي حاجه اعجازيه وحاجه صعبه. وحتى يعني اقول لك على يعني بتلاقي في مذيعين بيهولوا قوي قوي قوي، سوري المعلقين، انا اسف لا لا ابدا انا برضو ايه، ما انا مش تخصص، لا لا فانا عارف، لا لا انت صحح لي يعني بوضح. فبتلاقي معلقين بتلاقي برضو ايه يعني، هو طبعا المعلق بيحب ان يعني المباراه تسخن والمباراه تبقى حلوه، المنتج بتاعي يعني المنتج ده المنتج بتاعي بسواه، فالكوره تبقى روح حائل عظيمه وهايله. في حاجات بتبقى سهله قوي قوي قوي، هو بيضخم منها قوي 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 قوي، وانا ببقى قاعد بتفرج يعني دي عاديه قوي، عاديه جدا يعني مش شايف فيها كل والعكس صحيح بقى، بتشوف حاجه ممكن الجول يطلعها تبقى صعبه جدا جدا جدا، وما تبانش للناس خالص ان الكوره صعبه. فدي محتاجه الامانه، محتاجه ايه، محتاجه حد يبقى متخصص قوي وحد يبقى فاهم جدا جدا. بس الصعبه دي مثلا انت تبقى فاهم ان هي كانت صعبه، يعني هو مثلا عشان هحاول اشرح انا اقول لي صح ولا غلط، انه مثلا الكره تجيله في النص في ضربه ركنيه يقول لك ما عشان في نص الجول، بس ما حدش يتكلم هو اتحرك ازاي عشان تبقى في نص الجول، ما قبل يعني التحركات بتاعته الكره هم شافوا اخر حاجه انما ما قبل كده بالظبط. لا في حاجات كتير بتتعمل صح عشان توصل لان انت، ما هو احنا في النهايه الجون بيتحرك، الجون بيتحرك طول ما الكره بتتحرك في الملعب. حارس المرمى بيعمل، انا كنت في اسبانيا من كام سنه كده ورحنا شفنا ماتش لبرشلونه وملقا، كنا في الاستاد كامب نو. فانا عملت ايه؟ اهم حاجه كانت بالنسبه لي كنت عايز اعمل ايه؟ بتبص على حراس المرمى؟ لا انا مسكت الموبايل بتاعي طلعت الموبايل كان تير شتيجن، فبدات اعمل ايه؟ اجيب مكان الكوره، طبعا انت عارف برشلونه بيهاجم وبيبقى في يعني بيهاجم، والكوره مثلا كورنر، الكوره على خط 18 بتاع فريق الخصم، فدايما انا بجيب مكان الكوره وارجع تاني بالموبايل اجيب مكان الايه؟ الحارس. الحارس احنا طبعا لو انا جبت مكان، لو يعني للاسف الفيديو مش معايا، هجيب لك مكان تير شتيجن. عارف فين يا كابتن كريم؟ شايف الدايره بتاعت نص الملعب، واقف على الدايره. طبعا ده مش هينفع عندنا. ليه؟ هو ده له اسبابه برضه. لان احنا عندنا هنا في مصر سهل جدا 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 الكره تقطع منك، وسهل جدا جدا برضه ان الهجمه تتنقل بسرعه. صح. بره لا، مع برشلونه لا. هو تير شتيجن وصل له كويس جدا ان لو الكره اتقطعت في اقل من 3 ثواني هيبقى في ضغط جماعي. صح. فاللاعب الكره لما تقطع هتلاقي الضغط ده، اللاعب مش هيقدر اصلا يرفع ايه؟ صح. يرفع بس دماغه كده عشان يشوف الحارس، فتلاقي ضغط جماعي وبيجيبوها بسرعه جدا. صحيح. وحتى لو ما جابوهاش بتبقى الكوره برضو صعبه ان هم يطلعوا بيها سهل. صح. فعشان كده الراجل ده بيبقى فين؟ بيبقى في نص الملعب. انا صورت نفس الصوره دي لمباراه بايرن ميونخ، كنت في الملعب، مانويل نوير كان في نفس المكان على دائره النص ومشهور البطوله في كاس العالم للانديه. تمام كان واقف في نص الملعب. شوف انا هو ده هو ده انت طبعا شوف انت بتشوف دي بالنسبه لك غريبه جدا، تقول لي اي حد من الاهلي ممكن يجيب فيه جول؟ لا ده الشناوي مره اتقدم كده شويه كمان الناس مش هتقول له ارجع انت عملت ايه وانت السبب. احنا عندنا طبعا مش هينفع ان احنا نبقى بالشكل ده، لان ده عايزه شغل كتير جدا وعايزه يعني حاجات كتير، فكر مختلف تماما. صحيح. للامانه يعني. صحيح. فليه بقول لك الكلام ده؟ ان طول ما الكوره بتتحرك في الملعب انا بيبقى ليا كحارس مرمى ليا تحرك. طبعا الناس بتشوف اخر لقطه بالنسبه للايه؟ للحارس. صد ولا مصد؟ في حاجات كتير بقى ممكن يبقى في الخطا، الحارس اخطا مش في اللقطه الاخيره دي، في حاجات اترتب عليها انه يغلط في اللقطه الاخيره. انما هو المشكله ما كانتش في اللقطه الاخيره، ما قبل اللقطه الاخيره هو كان فين؟ كان بيتحرك ازاي؟ كان سرحان ولا كان الاتصال موجود؟ لازم الاتصال يبقى موجود بينك وبين الكوره 90 دقيقه. هي. ما ينفعش يبقى في، ما ينفعش يعني مثلا انا دلوقتي معايا موبايل وانت مستنيني ان انا اتصل بيك، مستنيني مستنيني ايه على يعني على يعني مستنيني ايه؟ في حاجه مهمه جدا فانت ماسك الموبايل في ايدك. فاول ما انا اتصل انت هتعمل ايه؟ ده انت لسه الموبايل ما رنش هتلاقيك انت عملت ايه؟ دوست. عشان انت ايه منتظر اصلا ايه؟ المكالمه دي. صح.
هو ده بقى الحارس المرمى المفروض يعمله يا كابتن كريم. ان انا طول ما انا في الملعب انا الاتصال بيني وبين الكوره موجود 90 دقيقه وليه، والتعامل بينه التعامل مع الكوره لازم يبقى ايه؟ سريع جدا. صح. سريع جدا. صح. لو اتاخر، عشان كده بيقول الاستجابه الذهنيه بطيئه، الاستجابه الذهنيه سريعه، الاداء الحركي بطيء، الاداء الحركي سريع. كل الكلام ده على فكره مش ناس كتير هتعرفه. انا عارف انا بقول لك ايه طبعا، لان انا دارس الكلام ده. والحمد لله انا يعني القصه دي انا بحبها جدا جدا جدا، وما بعملش حاجه غيرها. بس هو برضو الناس احيانا بتفتكر ان مدرب حراس المرمى دي شغلانه سهله. لا طبعا، انت راح بترفع الكره للعيب بيصدها ومش عارف ايه، زي ما بنشوف التسخين. ما انت ممكن يعني احنا بنشوف التسخين في وقت الماتشات، الشغلانه سهله ده تسخين. لا بس هو في تفاصيل ما قبل ده بكتير، تفاصيل كتير يا كابتن كريم، صغيره جدا جدا في حراسه المرمى. التفاصيل ده ما بيعرفش غير حد. وبعدين برضو انت ممكن حارس مرمى، مدرب حراسه مرمى، يعني الصعوبه ان انت تطلع الخطا. يعني انت في النهارده في خطا تم، في ناس انا ممكن اطلع الخطا في كسر من الثانيه، ممكن اللقطه بتعدي مره واحده بس اطلع الخطا. في ناس كتير الخطا يعدي عليها مره واثنين وثلاثه ما تعرفش تطلع خطا. فانت ازاي، انت رحت للدكتور انت تعبان بس ما انتش عارف، فرحت للدكتور اداك شخص لك علاج غلط، فبالتالي المشكله اللي عندك دي هت ايه؟ هتتفاقم وهتزيد. طب رحت للدكتور ومن اللحظه الاولى اداك علاج صح، الحاجه اللي عندك دي يوم اثنين، يوم اثنين هيديك العلاج الصح، هتاخد العلاج بعد ساعه، بعد اثنين، بعد يوم، بعد اثنين، خلاص المشكله انتهت. صحيح. هي دي بقى النقطه. صحيح. ان انا ممكن انا عندي مشكله لحارس المرمى وانا شغال في اتجاه تاني تماما غير الاتجاه اللي بيحصل في الايه؟ طيب. في المباراه.